موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة 6 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان وامرأتان إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف النظام وروسيا كانت في حديقة منزلهم بقرية عين الحمراء بريف إدلب الجنوبي الغربي. مراسل حلب اليوم أفاد بإصابة جندي تركي بجروح جراء استهداف مسلحين مجهولين دورية تركية على طريق إدلب سرمدة بقذيفة RPG. رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض نصر الحريري يعتبر أن فرصة الحل السياسي للملف السوري لا تزال بعيدة المنال، وأن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية وأستانا الأخيرة لم تحرز أي تقدم. روسيا تدشن في قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية نصبا تذكاريا لطيار روسي أسقطت طائرته الحربية مقاتلات تركية فوق الأجواء السورية عام 2015. إيران تقيم مجمعا ترفيهيا ضخما في بلدة حجيرة التابعة لناحية ببيلة شمال منطقة السيدة زينب، المعقل الرئيسي للميليشيات الإيرانية في ريف دمشق الجنوبي الشرقي. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يصف قرار الإدانة والسجن الصادر من إحدى محاكم بلاده بحق إياد غريب عنصر المخابرات السابق في نظام الأسد بأنه قرار تاريخي ويضمن على الأقل بعض العدالة.